أصعب تحد في الحياة أن يفقد المرء بصره، لكن عندما يقترن بعزيمة قوية وإرادة صلبة يتحول الظلام إلى نور. محمد حسين تجاوز المعوقات ليصل إلى حياة مليئة بالإنجازات وليسجل قصة نجاح ملهمة لكل من يواجه ظروفا مماثلة. السلام عليكم، شلونك محمد؟ شلون صحتك؟ السلام عليكم، شلونكم؟ نهاية سن 13 انقلبت حياته رأسا على عقب، فقد نظره وبعد عام والدته التي كانت الدعم والسند له، لتصبح بصيرته دليله في عالم مليء بالتحديات. من 4 أشهر طلعت نقطة بعيني، سويت بشهر 1 4 عمليات، بعد اشوفه بعين وحده، بقيت اشوفه بعين وحده عمر 13 سنه او 14 هذا التحديد. دا العب انا واصدقائي وانضربت بالعوده مال الماسحه، انضربت صار عندي مزق بالشبكيه ونزيف داخلي. سويت تقريبا 2 عمليات ولكن فشلن ما نجحن، وصرت كفيف البصر. ولا ما فقدت عيوني، ورا سنه ونص او سنتين فقدت اعز ما املك هي والدتي، كانت نور عيون هي العين الأرى يعني إلى شوف بيها. لم يستسلم محمد لمشاق الحياة، بل حولها لجسر قاده لتحقيق النجاح في حياته العملية ودراسته التي قطع شوطا فيها لطموح يسعى للظفر به. صف ثالث خارج أدرس. شلون أدرس؟ اجتماع على جوجل ميت وأدرس بي، يعني هذا الواتساب، هذا واتساب طلاب الصف الثالث متوجه. هاي المجموعة مع طلابنا ندرس بيه هنا، يوم عندنا درس الساعة 9. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت كورت، وإذا النجوم انكدرت. أنا يوم كمعاق، ما معاق عقليا، صح ممكن معاق جسديا بس مو معاق عقليا. انا حالي حال الشباب، حال البقيه، انا كمل دراستي، يعني حلمي اصير مدرس او دكتور جامعي، طموحي ان شاء الله الى ربعي يوفقني دكتور نفساني ان شاء الله في جاي يعني احد الجامعات العراقيه. محمد كفيف البصر لكنه لا يختلف عن الاصحاء، يخرج وحيدا ويمارس حياته الطبيعيه معتمدا على احساسه وحدسه الى جانب بصيرته التي اضاءت له طريق النجاح. ماسك حياتي الحمد لله والشكر كلاعب رياضي، كلاعب رياضي، استاذ في علوم القران، استاذ في قواعد التفسير، مدرب دول بالتنميه البشريه، ناشط مدني في حقوق الانسان ذوي الاعاقه، عضو ونائب في ملتقى شباب النهرين رعايه المكفوفين في العراق. قعدت قبل الامام وطلبت من عنده، قلت له ابني تحلال من عندك حتى احصل من عنده ذريه صالحه. يما رجعت الحمد لله والشكر صارت يعني امام الرضا الثاني بنيه الحلال. لبرنامج صباح الخير يا عراق من بابل، زين العلي.